لعمل المحكمة الدولية اختار تجمع حقوقي 14 من آذار بيت الكتائب المركزي في الصيف لعقد لقاء جديد، لقاء بدا لافتا فيه وللمرة الأولى حضور رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجبيل الذي طالب الحكومة بالتعاطي مع ملف المحكمة بمسؤولية وبعيدا من الضبابية. فالمفروض أنه يكون في موقف واضح من قبل المحكمة، من قبل الحكومة، التقيد بدقة وأمانة بكل ما يصدر عن المحكمة الدولية، ما يكون في بعض الموظفين بصفاتهم الرسمية عم بيتحفونا من وقت لآخر بتعليق تعليقات بتتناقض مع مسار المحكمة أو تشكك بمسار المحكمة. نحن إيجابيين، نتوقف على كلام الرئيس مئاتي اللي عم بيقول انه هو عم بملتزم بالقرارات الدولية وملتزم بمسار المحكمة. الجميل الذي اعتبر ان الحكومة تتسلى بالقشور بدلا من ان تنكب على عملية انقاذية للبلاد، شكك بان تكون الخلافات الداخلية مقتصرة على ملف الكهرباء لتتعداه الى هدف الضغط والامساك بالحكومة والا فتعطيلها. وفي هذا الاطار تطرق الجميل الى ما اوردته الام تي في عن حفريات مشبوهة تجري على مدخل بلدة ترشيش. عم بيركب أجهزة رديفة للأجهزة الرسمية، وهالأجهزة والبنية التحتية الحزبية تتناقض مع الدستور اللبناني، تتناقض مع مصلحة لبنان، وما بنعرف بالنهاية لوين بدها تودي. فهيدا السؤال بيتوجه للوزراء المختصين، يقولولنا إذا ما عن خبر بالأول بهالبنية التحتية اللي عم تنبنى على عينك يا تاجر، عم تنبنى بكل مناطق لبنان، ويجاوبونا إذا معهم خبر شو هو الانعكاسات وشو الإجراءات اللي أخذوها بهذا الشأن. من جهتهم اختتم الحقوقيون لقاءهم ببيان مقتضب تلاه نقيب المحامين الأسبق ميشيل ليان، وأعلنوا فيه تشكيل لجنة الدراسات والأبحاث لوضع تفسيرات قانونية عن عمل المحكمة وكل ما يصدر عنها.